الرحيم. اليوم إن شاء الله في هاي المحاضرة بدنا نشرح عن الفنجوري ميتر. أول شيء خلينا نورجيكم شكله الفنجوري ميتر. هذا شكل عنه مخطط بشكل عام، وهذا شكله الحقيقي بكون يعني كيف بالمصانع، بس الصورة جاي بالأبيض والأسود. المهم بديك تطلع لي على هاي الصورة. الفنجوري ميتر ببدأه إيش؟ إني أنا باجي بدخل الفلويد من هون من هاي الجهة، بلاقي انه الكروس سكشن اريا هون ايش كبيره، بتبلش تصغر شوي شوي، بعدين بتعاود توسع زي الاول وبيعاود يطلع. طب انا شو بستفيد من هاي الحركه؟ بستفيد انه لما تكون الكروس سكشن اريا اصغر من منطقه ثانيه، يعني وانا ماشي السرعه بتكون معينه، لما تيجي الكروس سكشن اريا تقل فالسرعه بتزيد. اذا لما انا باجي بقلل الكروس سكشن اريا هون عند النقطه هاي السرعه راح تزيد والبرشر راح يقل. فاذا انا لو بدي اجي اقارن هاي النقطه بهاي النقطه بلاقي انه السرعه هون اكبر من هون، يعني بدي افترض انه هاي النقطه رقم 2 وهاي النقطه رقم 1، بلاقي ان السرعه عند النقطه رقم 2 اكبر من عند النقطه رقم 1، لكن البرشر عند النقطة رقم 2 أقل من البرشر عند النقطة رقم 1، لكن الماس فلوريت أو الفوليومتريك فلوريت عند الثنتين نفس الإشي. الماس فلوريت أو الفوليومتريك فلوريت عند النقطتين نفس الإشي. فهس أنا بدي أجي برضو أشتق إلها معادلة وأشوف كيف الوضع بالفنجوري ميتر. طيب نيجي، قلنا دائما اول اشي بنعمله لما بدنا نعمل او بدنا نعمل او شرح لاي اشي، اول اشي بنعمله بنكتب معادلة الميكانيكال انيرجي بالانس اللي احنا كلياتنا عارفينها، اللي هي دلتا بي على رو زائد دلتا في تربيع على 2 زائد الجي دلتا زد يساوي النت شافت وورك على الماس فلوريت ناقص الفريكشن. تمام. طيب هل انا عندي بريشر ديفرنس يعني دلتا بي اوفر رو، عندي انجكشن وورك، عندي، ما انا قلت انه انا عندي فرق ضغط، فاذا عندي هذا الحد. طب فيلوسيتي عندي، قلنا برضو انه السرعه بتكون في مكان اكبر من مكان. طيب عندي بوتنشال انرجي، لا ما عندي، فاذا هذا الحد ايش بشطبه. عندي نت شافت وورك، لا ما عندي ميكانيكال ديفايس، فاذا بشطب هذا الحد. الفريكشن قلنا هذا اشي بيعتمد اذا انا شايف انه صغير بقدر اهمله او بدي احسبه، فبدي اكون دقيق بحساباتي باجي بخليه، لكن خلينا مبدئيا ايش نحذفه. طيب خلينا هاي المعادلة اعود اكتبها مرة ثانية بس افصلها. الدلتا بي هي عبارة عن ايش؟ هي عبارة عن بي 2 ناقص بي 1 على رو زائد V2 تربيع ناقص V1 تربيع على 2 ويساوي ايش؟ ويساوي 0. طيب هسا احنا قلنا قبل انه الماس فلوريت عند النقطة رقم 1 تساوي الماس فلوريت عند النقطة رقم 2، هذا شيء اكيد. يعني الرو 1 V1 A1 تساوي الرو 2 V2 A2. احنا بنحكي حاليا عن ميكانيكال انرجي بالانس، يعني ايش؟ يعني انكمبريسبل فلو، يعني الرو 1 يعني الرو 1 ايكوال الرو 2، صح ولا لا؟ فاذا هذا بنشطب مع هذا، فاذا صفت في 1 اي 1 يساوي في 2 اي 2. يعني في 1 لو بدي اخليها لحالها هي بتساوي الاي 2 على الاي 1 بالفي 2، صح ولا لا؟ طيب هسا انا ايش هذا الحد؟ هذا الحد بدي انقله هون، يعني بدي تصير المعادلة كيف؟ B2 ناقص B1 على رو زائد V2 تربيع ناقص، بدل ال V1 هون بدي احط هذا الحد ايش كامل، اللي هو A2 على A1 مضروب بال V2 هذا الحد كله تربيع على 2 ويساوي ايش؟ ويساوي صفر.
خلي لي هسه الفيتو موضع قانون، خلي لي هسه الفيتو موضع قانون، بتصير بتساوي ايش؟ الفيتو تساوي 2 مضروبة في البي 1 ناقص البي 2 مقسومة على الرو على 1 ناقص A 2 تربيع على A 1 تربيع. بس ايش يعني؟ خلي نفس المعادلة بس انت خليها بدلالة V 2، يعني ما عملناش احنا ايش ولا شيء، هذا الحكي كلياته قوة نص. اشتقاقنا الى الان سليم، لكن في شغلة انا بدي اضيفها، في شغلة انا بدي اضيفها على هذا القانون. هسا احنا قلنا ما في عندنا فريكشن بالسيستم، صح ولا لا؟ انا افترضت انه انا ما عندي فريكشن، لكن بسبب انه الكروس سكشن اريا قاعده بتقل، فانا لو بدي اعتبر انه الفريكشن موجود، طبعا الفريكشن كثير قليل، باجي بحط زي معامل تصحيح هون بسميه ايش؟ السي في، زي معامل ايش؟ زي معامل تصحيح. وهون في رسمه لمعامل التصحيح، هذا هاي القانون نفس اللي كتبناه فوق وضفنا عليه ايش؟ السي في. لما اجي بدي اطلع السي في باجي بحسب برينولد نمبر، وبعدين باجي على الرسمه بقاطع وبطلع ايش؟ السي في. بطلع هون انه القيمه هون 1، يعني من الرسمه هاي مبدئيا حاط لي انه هون القيمه 1 وهون القيمه 0.94، يعني بالفنجوري ميتر. بلاحظ انه حتى معامل التصحيح قريب جدا من الواحد، بلاحظ انه قريب جدا من الواحد، فاذا يعني الفريكشن او الخساره اللي عندي بتكون قليله جدا، فانا بقدر اني اعتبرها دائما 1. لكن برضو بنقدر نحكي او لازم نحكي انه هي حسب معطيات السؤال، او اذا بده اياني اطلع ايش معامل التصحيح واللي احنا اعتبرناه هو ايش؟ السي في. تمام. طيب نروح هسه على ايش؟ نروح هسه على مثال بيحكي لي افنجوري ميتر is being used to measure water flow rate if the pressure difference is 0.1 atmosphere, the diameter at point 1 is 40 سنتيمتر and at point 2 is 20 سنتيمتر. What is the volumetric flow rate؟ طيب شو باجي بعمل؟ خلينا نجيب ورقة ثانية. بنيجي ايش؟ نكتب المعطيات مرة ثانية. أعطاني إنه الـ pressure difference قد ايش؟ 0.1 أتموسفير. هاي أول معلومة أعطاني إياها، إنه بي 1 ناقص بي 2 تساوي 0.1 أتموسفير. وإحنا قلنا دائما لما بنيجي بنحل أي مسألة على طول أجي أحول للـ SI. فإذا أنا بعرف إنه كل أتموسفير فيها 1.01325 باسكال. الأتموسفير مع الأتموسفير بتروح بيصير عندي 1.01325 باسكال. تمام. بعدين أعطاني إنه الديامتر عند البوينت 1 يساوي 40 سنتيمتر، ويساوي بالمتر 0.4، بقسم على 100 0.4 متر، يعني الراديوس اللي هو نصف القطر قديش؟ 0.2 متر. والديامتر عند النقطة رقم 2 يساوي قديش؟ 20 سنتيمتر، ويساوي إذن بالمتر 0.2 متر، والراديوس بيساوي 0.1 متر. واحنا عارفين انه الـ A الكروس سكشن اريا تساوي الباي في الـ R تربيع. فاذا الاريا عند النقطة رقم 1 تساوي ايش؟ تساوي الباي ضرب الـ R تربيع اللي هي 0.2 تربيع. والاريا عند النقطة رقم 2 تساوي اللي هي برضو الباي ضرب 0.1 تربيع. تمام. خلني بس اتأكد بالضبط. هسا ايش كان معطيني بالقانون اللي كتبناه قبل؟ اني اقسم
A2 تربيع على A1 تربيع. خلينا أجهزها بس على طول. بتصير دقيقة بس. بتصير باي ضرب 0.1 تربيع على باي ضرب 0.2 تربيع، بيطلع معي الجواب 0.25. تمام لهون. حاليا باجي بعوض بالقانون. خلينا نكتب القانون اللي هو V2 بتساوي CV 2 ضرب B1 ناقص B2 على الرو في 1 ناقص A2 تربيع على A1 تربيع كله قوة نص. طيب بلاحظ انه انا كل الحدود عندي موجودة. الا حد اللي هو المعامل التصحيح، يعني انا مش عارف قديش. فانا دائما اول فرضية باجي بفرضها ايش؟ انه واحد. اول فرضية بدي اجي افرضها انه واحد، وهسه راح اشوف انه ما عندي اختلاف. باجي بعوض الارقام كلياتها، البي 1 ناقص بي 2 هايها، الرو هو قال لي انه ووتر، فاذا الدنسيتي للووتر هي 1000 كيلوغرام لكل متر تكعيب، ناخذ الاس اي على 1 ناقص اي 2 تربيع على اي 1 تربيع اللي هي طلعناها 0.25 على اللي حاسبه قوه نص مضروب بالواحد، بتطلع معي الفي 2 تساوي قديش؟ بتساوي 4.65 متر لكل ثانية. تمام؟ طيب احنا شو قلنا؟ قلنا انه الماس فلوريت عند النقطة رقم 1 تساوي الماس فلوريت عند النقطة رقم 2، او الفوليومتريك فلوريت عند النقطة رقم 1 تساوي الفوليومتريك فلوريت عند النقطة رقم 2. فاذا باجي بحكي انه الفي 1 A1 تساوي الفي 2 A2. فأنا هسه عندي الـ V2 وعندي الـ A1 وعندي الـ A2، باجي بطلع قيمة إيش؟ باجي بطلع قيمة الـ V1. الـ V1 هي عبارة عن V2 A2 على A1، ويساوي الـ V2 هاي اللي طلعتها اللي هي 4.65 ضرب A2 على A1، برضو أنا إيش مطلعها اللي هي 0.25. بيطلع معي الجواب قديش؟ ويساوي 1.16 متر لكل سكند. هيك انا خلصت. بقدر احكي انه انا خلصت، بس انا بدي جوابي يكون يعني مور اكوريت، بدي اياه يكون ادق. فشو باجي بعمل؟ باجي بحكي انه هاي ايش؟ ماي فيرست ترايل، يعني هاي محاولتي الاولى. طيب انا طلعت هيك كل المعلومات، شو بدي اسوي؟ احنا قلنا عندنا بالرسمه، هون عشان اجي اطلع السي في بدي اجي احسب رينولد نمبر، فهسه بدي احسب ايش؟ رينولد نمبر. طيب بنروح نحسب رينولد نمبر. ار اي 1 يساوي الرو في الفي 1 في الدي 1 اللي هو دايمتر 1 فيلوسيتي عند النقطه رقم 1 على الفيسكوسيتي، طبعا بتكون معطيات، يعني الفيسكوسيتي بتكون معطيك اياها، ويساوي 1000 ضرب 1.16 اللي طلعناها احنا قبل شوي ضرب 0.4 على الفيسكوسيتي اللي هي 0.001. بيطلع معي الجواب 4.65 ضرب 10 قوة 5. باجي بروح على الرسمة وباجي بطلع قيمة السي في، بتطلع معي قيمة السي في قديش؟ 0.984. باجي بروح ايش؟ على القانون مرة ثانية، هذا هو، وباجي بحط نفس القيم وبعدل ايش؟ قيمة السي في. فبتصير اذا الفي 2 تساوي القيمة اللي طلعت معي اللي هي 0.984 مضروبة في الاثنين البي 1 ناقص بي 2 كان 1.0132.5
تمام على ألف اللي هي الدنسيتي مقسوم على واحد ناقص 0.25 تربيع، وهذا الحكي قوة نص، بيطلع معي الجواب قديش اللي هي الفيتو 4.57. وبرضه من هون بحسب الفي 1 كمان مرة اللي هي الفي 2 على الفي 2 ضرب الاي 2 على الاي 1، فبتطلع معي الفي 1 بتساوي 1.14. تمام، باجي كمان مرة بحسب ايش، باجي بحسب رينول نمبر على الرقم اللي اعطاني اياه اللي هي 1.14، هون حسبتها لما كانت 1.16. باجي بحكي 1000 ضرب 1.14 ضرب 0.4 على 0.001 ويساوي 4.57 ضرب 10 قوة 5. باجي بروح على الرسمة مرة ثانية، باجي بطلع قيمة السي في بتطلع معاي 0.984، نفس هاي تطلع ايش، نفس هاي. فاذا خلص انا يعني مش محتاج اني اجي اكررها مرة ثانية، خلص ما دام المرحلة اخر مرحلة وصلت لها كان زي اللي قبليها، فانا وصلت ايش للقيمة الحقيقية اللي هي 0.98 تقريبا. طب 0.98 قديش قريبة على الواحد؟ قريبة جدا جدا جدا. يعني انا بالمحاولة الاولى من غير ما اجي اعمل، لما فرضتها انها واحد طلعت معي السرعة 1.16 الفي 1، ولما قعدت افرض طلعت معي 1.14. فملاحظ انه الفرق ايش كثير قليل، بس انه ايش بالاخير انا لازم اعرف الطريقة. فاذا خلص طلعت معي الفي 1 قديش 1.14 متر لكل ثانية. طب شو اللي كان مطلوب مني؟ كان مطلوب مني اني اجي احسب الفوليومتريك فلوريت اللي هو الكيو. باجي بحسب الكيو عند النقطة رقم واحد او عند النقطة رقم اثنين. مثلا بدي اجي احسب عند النقطة رقم واحد وهو يساوي عند النقطة رقم اثنين، اذا يساوي V1 في A1 ويساوي V1 اللي هي 1.14 ضرب A1 اللي هي باي ضرب الR تربيع عند النقطة رقم واحد اللي هي 0.2 تربيع، بيطلع معي الجواب ويساوي 0.143 متر تكعيب لكل سكند. بس انه هيك المسألة. مبدأ الفينجوري متر هو اذا سهل جدا، وهيك بنكون خلصنا. والله يعطيكم العافية.